حقوقكم العادلة ومطالبكم المشروعة. نحيي هذا التواجد الغيور، هذا الإحساس بالمسؤولية بالدفاع عن حقوقكم، بالمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، عن المعذبين في السجون، عن الذين يعانون العذاب ويعانون العذاب في السجون. بهذا الحضور المستمر الجماهير تثبت يوما بعد آخر بأنها صامدة وصابرة ومستمرة في المطالبة بحقوقها، وأنها لن تعجز إن شاء الله ولن تتراجع أبدا، وأنه لا حل لهذه الأزمة التي تعيشها البلد إلا بالرجوع إلى مطالب الشعب، إلا بالإفراج عن المعتقلين والمسجونين ظلما وجورا، إلا بالإفراج عن رموزنا وقادتنا، إلا بالإفراج عن سماحة الأمين العام الشيخ علي سلمان وباقي الرموز السياسية والدينية، إلا من خلال الاستجابة لمطالب هذا الشعب. الملاحقات والمداهمات والقمع للشباب لن ينفع أبدا في إسكات صوت الشعب، بل سوف يزيد هذا الشعب صمودا وإصرارا، لأنه يرى الظلم ويرى الجور ويرى القمع قد دخل في كل بيت، قد نال كل مواطن من أبناء هذا الوطن. لم يبق شاب إلا وتعرض للانتهاك وللملاحقة وللسجن. هذا الأسلوب في التعاطي مع الشعب لا يمكن أن ينتج حلا أبدا، وإنما يزيد الأزمة تعقيدا، وسوف يبقى الشعب صامدا مرابطا مدافعا عن حقوقه محتسبا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، ولا ينصرن الله من ينصره، والعاقبة للمتقين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نحن معكم أيها الشباب المؤمن المضحي، أيها المعتقلون المعذبون في السجون، قلوبنا معكم، قلوبنا تعتصر دما لأجلكم، وندعو الله سبحانه وتعالى بالفرج إليكم بالفرج العاجل. ولن نصبر ولن نركع ولن نبقى في بيوتنا، وسيبقى الشعب حاضرا في الساحات. ثورة ثورة حتى الناس، ثورة ثورة حتى الناس، ثورة ثورة حتى الناس، ثورة ثورة حتى الناس. نعم، لن نتراجع أبدا ولن نركع مهما حاول الأعداء أن يقمعوا ويركعوا هذا الشعب. لن نركع إلا لله، لن نركع إلا لله، لن نركع إلا لله، لن نركع إلا لله. وكما قال سماحة الآية المجاهد، سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم حفظه الله وأيده وفرج عنه، بأن هذا الشعب صاحب حق ولن يتراجع ولن يعجز أبدا، بل أنتم ستعجزون، ستعجزون ولن نعجز، ستعجزون ولن نعجز، ستعجزون ولن نعجز، ستعجزون ولن نعجز. وكيف نعجز وأبناؤنا وإخواننا وقادتنا في السجون معكم، معكم يا سجناء، معكم معكم يا سجناء، معكم معكم يا سجناء، معكم معكم يا سجناء. كيف نعجز وكيف نتراجع ونحن نستذكر شهداءنا، نستذكر الذين ضحوا بدمائهم وبأغلى ما يملكون من أجل قضيتهم ومن أجل شعبهم؟ كيف ننسى إخوتنا المهجرين؟ كيف ننسى جميع هذه الظلامات والمعاناة؟ كيف ننسى انتهاك المقدسات، هدم المساجد؟ سوف يبقى الشعب يستذكر جميع هذه الظلامات ويطالب بحقوقه.
ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكبير الله.